حضرتني. يعني انت سايباني اضرب اخماس في ازلاس هناك وانت جايه هنا تتفسحي؟ انا اروح لك الجلر اسال عليكي بس انت تبصلي من فوق لتحت زي ما اكون جاي لها من الكونغو؟ انا ابوك يقول لي خلي المشاعر على جنب كده وفكر شويه؟ انا افكر في ايه؟ افكر في ايه انا؟ ايه انتي؟ انت عاوز ايه دلوقتي؟ ده السؤال ده ولا جرى شكرا؟ والله انت وذوقك يا باشا. عايزك ما تفشيش عليا. احاول. وعايزك تفهميني. احاول برضه. عايزك تعرفي ان انا بحس بيك وبالخوف اللي انت فيه. انا اصلا مش مصدق نفسي، مش عارف ازاي ربنا اداني واحده زي القمر كده تخاف عليا وتعمل في نفسها اللي عملته ده عشاني. انا ما بستاهلش الحاجات دي كلها، انا اساسا المفروض اساسا اولع في نفسي. لا 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 دي بسيطه بقى، سيبها لي. بجد؟ اه والله. ما انت عمال على بطالي عمر بتولع فيا وانا مستحمله وساكته. مره بقى من نفسي اولع فيك. طب ما انت عملتيه. يا ريت نقدر يا رب. لا قدرتي لما قفلت تليفونك وخليتيني الف حول النفس عشان احاول اوصل لك. طب انت عاوزني اقفل؟ يا ريت بقى. بص يا عمر، توعدني ان انت قبل ما تعمل اي خطوه في الدنيا دي تفكر فيها مليون مره قبل. ولو لقيت اي سبب هيبعدنا عن بعض ما تعملهاش. لاي سبب يا عمر هتوعدني؟ اوعدك اوعدك يا فريد. يا رب يا رب يا رب. اي ولا كان في حاجه حصلت؟ يا سلام. على فكره ما لقيتهاش اهو. ايوه يبقى خليها عندي كده. هو وعدني وشهد انت يا بحر. هو ده. يبقى نرجع له بقى بعدين. ماشي يلا. ايوه ماما. يا زوزو عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه خير في ايه؟ لا طمنيني طيب. لا انا خارج مأمورية دلوقتي. ايوه يعني في ايه بس طمنيني. مدام نبيلة. أنا آسف والله مش قصدي. اهدى بقى خلاص. معلش معلش حبيبي كابوس الحمد لله انك صحتني. انت كويس؟ كله هيبقى تمام ان شاء الله. تمام. انا قلت اجي اصبح عليك ما شفتكش بقالي كتير. وكمان في موضوع عايز اتكلم معاك فيه. خير يا خلود؟ هو خير خير لدرجة انه ما ينفعش خالص مع المود اللي انت فينا. طب ايه رأيك نعلل او ناخد دش ونفطر وانزل اوصلك ونتكلم براحتنا؟ تمام هستناك تحت. خلودة. ايه؟ صباح الفل. صباح الفل عليك. دي أول مرة تحصل لي. شفتني وأنا رايح لها حد تاني. أول مرة الفكرة دي تيجي في خيالي أصلا إني أشوفني زي الناس.
بمشي زيهم وبتكلم زيهم. تصدق اني كنت هبقى واد جامد؟ مين قالك انك مش اجمد واد في الدنيا كلها؟ يا عمر عارف هتقول ايه. الحمد لله انا احسن من غيري كتير قوي كمان. بس انا بتكلم على ساعتها يا عمر، ساعتها اتمنيت اني ما كنش احسن من اي حد. اتمنيت بس اني ابقى زي اي حد. اتضايقت يا خالد؟ قوي كمان. بس هي لملمتني بسرعة، نسيتني كل حاجة وحشة حصلت في ثانية. يا عم ما توريني صورتها بقى، هو الحلو ليك والوحش لينا ولا ايه؟ يا عم خلاص ثواني. ايه رأيك؟ مش عارف اقولها لك ازاي دي. ايه؟ مش هينفع يا خالد. ليه؟ عشان كل الرجالة هتتغاظ منك يا عبيد. حلوة حلوة قوي صح؟ طبعا. وانت ما تحبش حاجة مش حلوة يا خالد. بس هي مختلفة، كاريزما تانية كده، شبه حلو. انت قلت لها خالد؟ ايه؟ اللي انت حاسه؟ لا لسه شوية. طب بص بقى خالد، انا هطلب منك طلب. قول يا عم. ممكن ما تتأخرش في انك تقول لها ده، ما تخافش من احساسك. انا مش خايف، انا بس بتأكد. اوكي خد وقتك، بس عشان خاطر ما تتأخرش. اوكي هعمل كده. تشوف صور تانية ليها. حلمي جابها لي من الاخر. ادخل هات. استنى يا باشا. تعشيت؟ تمام يا باشا. رد على قد السؤال، اتعشيت؟ لسه يا باشا. طب يلا امسك. بسم الله. شكرا يا باشا. انا والشيف. شكرا لله. اقفل الباب وراك بقى. يلا يا عم ايمن بقى ما تنحليش بقى. يلا يا عم بسم الله. انا اكمل. احنا كنا بنقول ايه؟ احتمالات الاماكن. عندنا 5 احتمالات للاماكن اللي ممكن يكون موجود فيها امريكاني. بس المشكلة ان الاماكن دي كلها ما تخصش امريكاني في حاجة. كل ملاكها ناس تقال قوي. يعني احنا مش مشكلتنا في امريكاني، مشكلتنا في اللي وراه اللي بيحموه. طول ما الناس دي موجودة مش هنعرف نجيب امريكاني في قضية ياخد عليها حكم زي ما يستاهل. خليك شفت الولاية شالت عنه كل حاجة. هي صاحبة العمارة وهي صاحبة الأوضة اللي في السطوح، يعني البضاعة بتاعتها. وبشوية تركيز قد كده طبعا الست دي شريكة الراجل ده في كل حاجة لها علاقة بالمخدرات. يمكن عمر تكون متواجد معاه في الموضوع ده، يعني هو بيقدر يشيل كافة طلباتها. مستحيل. صعب الست ترمي نفسها في النار عشان خاطر، خصوصا انها وقفت نشاطها الاساسي من يوم ما اتلمت عليه. الو يا باشا. امر يا باشا. امر يا باشا. حاضر حاضر يا باشا. في الطريق. سلام ساعتك. سلام يا باشا. مأمور عايزني. اشمعنى؟ معرفش. عارف ان انا هنا؟ ما اظنش، بس هي فارقه يعني. لا انا ما اقصدش. المهم بس عشان ما انساش، من بكره حمله تحريات واسعه جدا على الاماكن اللي ممكن امريكاني يكون فيها. ويا ريت لو نلاقي امريكاني، والا هنخش في حسابات من اول وجديد. دي خليها عليا يا معلم، بس تسيب الصاوي. عندك يا عم. أيمن ما تتطفش. سيب لي سندوتشين. يا صابر. يا باشا.
حنفية ولا معدنية دي؟ حنفية طبعا يا باشا. أبو يا عم هات. امسك. ما تخلى يا باشا. كلت؟ اه انا مديها في البيت قبل ما اجي. طب خش الايمن بيه في مكتبي عايزك. حاضر يا باشا. يلا سلام. خير يا باشا؟ عادل الكومي. والله يا باشا انا عارف من الاول ان سعادتك عايزني بخصوص الموضوع ده. انا عارف كل حاجه بتحصل في الموضوع ده يا عمر. اكيد طبعا يا باشا. وما رضيتش اتدخل عشان كنت مستني ان انت تخلص الموضوع ده وده من غير تصعيد. ايوه بس انا ما عرفتش يا باشا. ازاي يا عمر بيه؟ هو اللي ما رضيش يا باشا. قفش على البت وركب دماغه والبت كمان راكبه دماغها ومصممه تكمل للاخر. عمر انا ليه حاسس ان في كلامك كده في رنه مش عاجباني؟ رنه ايه يا باشا؟ انا حاسس ان انت اللي مشجعها ومقويها على كده. بصراحه اه. ازاي يا عمر؟ ده وشنا كلنا يا باشا. اللقطه اللي فيها عادل دي لو انتشر في الداخليه ان ده اخرها يبقى احنا بنفتح الباب لكل الضباط يعملوا اللي هم عايزينه ويبرطعوا. انت عارف يا عمر عادل ده يبقى ابن مين؟ الواضح انك مش مركز. عادل ده يبقى ابن عبد الفتاح الكومي وده راجل مش قليل. النهارده بس جالي اكتر من 3 تليفونات قال لهم كان مساعد وزير الداخليه. احنا في موقف حرج جدا يا عمر. احنا مين ساعدنا؟ كلنا. لو الموضوع ده مش رسمي كلنا هنتحط تحت الميكروسكوب. يا باشا اللي على راسه بطحة بس هو اللي هيحاسس عليها. قصدك ايه يا عمر؟ قصدي يا باشا ان اللي عايز يحطنا تحت الميكروسكوب يتفضل ونجيب له عشا كمان. احنا ناس بنعمل شغلنا صح وما نخافش من حاجه يا باشا. متهيألي يا عمر لو انت عايز تعمل شغلك صح زي ما بتقول بتضطر تعمل حاجات ممكن تأذيك لو حد حطك في دماغه. حاجات زي ايه يعني يا باشا؟ وحد مين يعني؟ الموضوع بتاع التلاجة ده كلنا عارفينه بينا وبين بعض انها مسألة مش قانونية. والحد ده ببساطة ممكن يكون عادل الكومي نفسه. لا إذا كان على التلاجة ما تشغلش نفسك يا باشا. الواد دلوقتي في النيابة وزمانه على وش خروج كمان. أما بقى عادل الكومي فخليه الأول يلملم بطحته وبعد كده يركز في بطحة غيره. أي أوامر تانية سعادتك؟ اتفضل يا باشا. بعد إذنك يا باشا. يا عمر الباشا كان عايزك في ايه؟ طق حنك. اكلمك في عادل الكومي اكيد. وانا خلفت غير عادل الكومي؟ طلع لي في المقدر. حد اتصل بيا؟ رن مرتين يا باشا. ده الباشا الكبير. عمر يا باشا انا في الشغل يا بابا. ليه يا بابا في ايه؟ طب هي حصل لها حاجة؟ طب يا باشا أنا في الطريق. بقول لك يا باشا أنت فين؟ طب أنا في السكة بابا. بقول لك خير يا عمر؟ رد عليا. لا مسك ولا ما مسكيش. رد عليا. رد عليا. لا مسك ولا لا؟ عندك انت سيبوني يا باشا. الواد ده لازم يموت. هيموت يا باشا. صورته. انا عايزك تطمن على الاخر يا باشا. الواد ده انا هخليه يلف حوالين نفسه. هيطلع من تحت ايدي وبيمشي في الشارع يحدف شبشبه ويجري ورايا القفل. واحد الله بقى يا باشا. قشطه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله. معلش بقى يا باشا. قلبنا لك دماغك. ازاي بقى يا عمر بيه؟ الباشا والدنا كلنا وده انفعال طبيعي للي حصل يعني. معلش بقى باشا بالراحه كده فهمني اللي حصل. الموضوع يا عمر بيه ان الوالده قلبها كبير. تقريبا هي كانت في مشوار جنب محل الميكانيكي بتاع الراجل ده. وهي معديه شافته ماسك الصبي بتاعه وعدمه العافيه. العادي يعني يا عمر بيه وهم بيعاملوا صبيان كده. لكن يظهر ان الهاني متخضت شويه يا عمر بيه من المنظر. واتخانقت مع الراجل. وفي وسط الخناقه يعني انفعالها زاد شويه وحاولت تشد الواد من قدام الراجل. لكنه نسي نفسه طبعا ويعني وزقها. طب يا باشا انتوا عملتوا محضر؟ لسه يا عمر بيه. ماشي يا باشا بعد اذنك طبعا يعني احنا هنأجل كل حاجه لحد ما اكلمك في التليفون. تحت امرك يا عمر. بعد اذنك يا ابني. عمر يا باشا
الامور لنا بحد يفتح لنا تحت امر حضرتك. انا هاجي مع حضرتك. اتفضل يا باشا. اتفضل يعني هنتقل عليك كده. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. انا طبعا مش عايز اعرف ايه اللي حصل. انا متاكد ان انت صح، بس انا عايز اعرف انت عايزاني اعمل ايه مع الراجل اللي انت عايزاها يتعمل، بس من غير ما تتاثري ببابا. انا عايز الولد ده في المؤسسه بتاعتي. هو الولد يتيم؟ لا، امه موجوده والمفروض انهم بعتوا يجيبوها دلوقتي، عشان الراجل الهمجي ده عايزها تشهد ان هو ما بيشتغلش من وراها. صعبه دي يا ماما. انا عارفه. طب والراجل؟ بصراحه يعني هو ما لحقش يزقني. انا اول ما لقيته بيمد ايده عشان يزقني اتخضيت ورجعت لورا وسبت الولد من ايدي. ايوه يعني لمسك ولا ما لمسكنيش؟ وانا لو ما كنتش اتخضيت كان اكيد هيلمسني طبعا. يا ماما فاهم انا. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان انا اتخضيت. طب انت عايزاني اكتب في المحضر ايه بقى؟ انه زقك ولا انه هوشك؟ ايه هتفرق في ايه يعني؟ ما هو برضه غلط. هو من حق اي حد كده انه يهوش اي حد؟ ده طبيعي يعني؟ لا يا ماما مش طبيعي، بس تفرق كتير. لو زقك يبقى لمسك يبقى تحرش، انما لو خضك بس. انا اعرف اربيه بطريقتي من غير ما نعمل قضيه تحرش بقى ومحضر رسمي. مش عارفه بقى، بس باباك مصمم. مالكيش دعوه بابا، المهم انتي. بابا دمه محروق، انا هتصرف معاه. الامر عايز ايه؟ عمر بيه. ايمن باشا. صباح الفل. صباح الفل. ليك ضيف عندي مستني في المكتب. انا قلت استناك هنا في نبطشيه الحاج. ده مين ده؟ ده فتح حكومي. فتح حكومي مين؟ ابو عادل فالنتينو. عايز ايه على الصبح ده؟ انا مش طايق اتكلم معاه بصراحه. انا ضيفته لغايه ما انت تيجي. يا اخي الناس دي بيجيب لي دي تنفس على الصبح كده. لا 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 لا، ليه تنفس؟ ما ينفعش. اضرب دي. اشمعنى يعني؟ تسلك الهواء. بتعمل شغل؟ نافوره هواء. ماشي. هبعتهولك بقى عشان المكتب عندي اتخنق. طب شويه واحدفه. طيب تعرف تلف يا سيدي، ادينا بنحاول. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اصلا انا مركزه ازاي؟ حضرتك عايز مين؟ منصور بيه عز الدين. دور الرابع. بره، من فضلك انتنسب كير فين؟ نعم حضرتك. العنايه المركزه فين؟ قدام على الشمال. فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ ما ينفعش يا فندم. ما فيش، ما ينفعش، ده ابويا. الاوضه معقمه. اهدى بس، اهدى اهدى يا حبيبي، اهدى كده بس. الدكاتره معاه جوه، لازم يجهزوك يا حبيبي والا هتاذيه. عمر بيه. يا صاب. الكومي بيه بره وعايز يقابل سعادتك. هات يا عم. حاضر. اتفضل يا كومي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا باشا. السلام عليكم يا عمر بيه. سهلا، منور يا كومي بيه. اسف على التاخير. لا ابدا، ما حصلش حاجه. اتفضل اتفضل سعادتك. اتفضل. كان الله في العون. منورنا يا باشا. نورك يا عمر بيه. تشرب ايه سعادتك؟ متشكر قوي. لا ازاي، لازم تشرب حاجه. يعني انا مش عايز اشغلك، لو كان ولا بد يبقى قهوه مظبوط. طبعا يا باشا، قهوه مظبوط للباشا. منور يا باشا. نورك عمر بيه. سيجاره سعد. لا انا واقف الحكايه دي لان الدكتور لو خد خبر هيضربني بالنار. يلا اوفر برضه. قوم يا باشا. عمر بيه، ايه رايك نخش دغري في الموضوع؟ مثلا بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. نمشي عدل.
نخش عادي. عمر بيه لو لك اخ وغلط غلطه ممكن تعمل معاه ايه؟ حسب الغلطه. يعني لو غلط غلطه تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ لا انا الغلطه اللي تزعلني لازم تكون كبيره قوي. اصلا زعلي بيزعل قوي يا باشا. تمام. طب يعني لو فرض وغلط غلطه كبيره تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ مش عارف. يعني امر طبيعي انك تقرص ودنه. اه عشان كده انا مش عارف. ايه اللي مش عارفه بالظبط يا عمر بيه؟ اصلا القرصة بالنسبة لي في الغلطات الصغيرة باشا، لكن لو الغلطة كبرت القرصة هتزيد حبتين وممكن اقطعها لك. اه وقلبك هيطوعك؟ ما هو لو الغلطة كبرت قوي لدرجة انها تزعلني اكيد قلبي هيطوعني يا باشا، مش هتفرق معايا، خصوصا ان هو مش هيموت. بس ما يبقاش قلبك اسود بالشكل ده يا عمر بيه. يا باشا اؤمر يا باشا. الامر لله. الموضوع يتعلق بابني عادل. بقول يعني ما ينفعش السكه اللي انت واخده ليها دي. ما ينفعش ليه؟ علشان ما ينفعش. لاني ما ينفعش اني ولد من عيله محترمه ابن ناس لمجرد انه اتورط في نزوه ممكن يتورط فيها اي شاب من سنه في اي حته في العالم ندمر مستقبله عشان واحده زي اللي اسمها رباط دي. ايوه هي مالها بقى يا باشا اللي اسمها رباط دي؟ لا مفيش، يعني هي بنت عايزه تعيش، ولكن لما تفهم انها هتقف للقطر ترضى بنصيبها. طب ولما تفهم انها هتقف للقطر بقطر تفتكر هترضى بقليلها يا باشا؟ وربي انا قلت بنصيبها. ماشي قليلها نصيبها مش فارقه، هي هي ما تدقش. كمل يا باشا. كمل ايه بقى؟ ما انت ناوي تركبها القطر اهو. امر يا باشا امر. الامر لله. انا بقول مهم يا ابني الموضوع ده ينتهي ودي. الامر صاحب الامر ونعم بالله. والموضوع ده في ايد اللي اسمها رباب يا باشا، لازم هي ترضى، هو ده اللي يرضي ربنا. ونعم بالله احنا ما قلناش حاجه، نشوف ايه اللي يرضيها وهي على حالها كده من غير ما تحس ان وراها ضهر. لا يا باشا ده شغلي بقى، لو شفت واحد مظلوم لازم اسنده الا لو حسيت انها كدبت. واضح بصراحه كده ان البت ما قالتش حاجه فيها كده، بدليل ان حضرتك سايب شغلك ومصالحك وجاي لحد هنا ومستنيني بقالك ساعه عشان في الاخر تقعد معايا وتساومني. سوري يعني بمعنى مؤدب تفاوضني. المقابله خلصت يا باشا، تقدر تفضل من غير ما ترد عشان انا عندي شغل ومصايب متلتله فوق دماغي مستنياني. مصايب من اللي بجد، مش خلفه جدرها الفسدان جاي يساومني عشان سلامتها. ما تتصورش سعادتك انا مبسوط قد ايه بالمقابله دي. شكرا يا عمر بيه. ده من دواعي السرور لسعادتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا باشا. جدو قول يا دور. ممكن تقوم تتمشى شوية كده؟ شوية كده قد ايه يعني؟ شوية كده نتمشى هنا في الأوضة أو نتمشى برا في الكوريدور، حبة مش كتير. الحقيقة أنا مرتاح شوية على السرير وبحاول منزلش من على السرير على قد ما أقدر. بس مش هتفضل كده كتير يا جدو. أوعدك يا حبيبتي يومين تلاتة بإذن الله. يس فيري جود. خلي غادة تاخد درة
ويخرجوا. عايز اتكلم معاك شويه. ممكن ناخد ماما ونخرج 5 دقايق بس عشان جده عايز يقول لبابا حاجه سر. وكمان عايز 5 دقايق بس يا حبيبتي. هشغلك الاس تي الارم. ليك يا ماما. ايه الفلاشه دي بابا؟ عايزك تحطها جوه عينيك. ما تخليش الداتا اللي فيها ما تخليهاش تبان على اي اجهزه. محدش يا ابني ضامن حاجه اليومين دول. طب انا محتاج افهم. دي فيها كل تفاصيل شغلنا مع الشركات والمؤسسات والبنوك اللي بره مصر. من هنا ورايح يا ابني انت اللي هتشتغل معاهم مش انا. ليه يا بابا؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام يا ابني، ما عادش فيه وقت. انا حتى لو ربنا كتب لي الشفاء وخرجت المستشفى مش هيبقى عندي طقطان للشغل. ان شاء الله يومين 3 بالكتير وتبقى بره وزي الفل. ان شاء الله. بس هو في موضوع تاني كنت عايزك اتكلم معاك فيه. اتفضل. فاكر السنتين الزباله اللي اتحبست فيهم في قضية أرض راس شيطان؟ أكيد. مراد بيومي بعت ورايا واحد علشان يصفيني جوه السجن، وفعلا كان ممكن ينجح ويعملها لولا سيد بركات. مين سيد بركات ده؟ سيد بركات ده ولد كان محبوس جوه السجن واخد 24 سنة، قتل واحد. بس دي مش شغلته الأساسية. هو كلفتي، حرامي بتاع أي مصلحة، أي حاجة تلاقيه رشيق فيها، حتى لو كانت خناقة. المهم لولاه كان زمني مقتول جوه السجن. طب وحضرتك بتقولي الكلام ده ليه بابا؟ المرة دي يا ابني أنا مش عارف أقعد في المستشفى قد إيه ولا حتى هخرج منها ازاي. ما تقولش كده، كلها يومين 3 بكتير، ان شاء الله تبقى بينا باذن الله. محدش يكره يا ابني، بس عايزك تخلي سيد بركات قدام عينيك وتحت رعايتك، بس من بعيد لبعيد، فاهم؟ حتى لو وقع في مصيبه صدر له اكبر محاميين، ولو لا قدر الله دخل السجن ها خليه يعيش جوه السجن ملك، فاهم يعني ايه؟ طب ممكن علشان خاطري ما تجيش نفسك، كلها يومين 3 وتبقى بينا ان شاء الله. من فضلك ما تفكرش في الحاجات الوحشه دي خالص، خليك ايجابي على قد ما تقدر. الموضوع ده مفيد جدا في العلاج، ارجوك. هي دي عربية الأمريكان يا باشا. اطلع على اسمه وانا هخليني وراه، ولو رجع على مكانه تاني مش هيبقى محتاج اكتر من اللي مناوبين هناك. لو في حاجة حصلت اكيد هيبلغونا. انت تحب العطر؟ هو في حد ما يحبش العطر يا رز باشا؟ يا بنت اسمه رضا باشا. رضا باشا هي معناها كده عندنا. بس انا رز ده بقى عاجبني، حلو كده وبيرن. هذا عطر انا بنعمله تركيب ملوش ثمن فلوس، هدايا بس. الله ذوقك حلو قوي يا رز باشا، ده اكنه من الجنة. عشان كده يا سالي
انت بتشممي مين؟ ده يشم شكمان فسيخ بصل ناوليني كده. الموضوع تمام تمام. يلا بينا يا اولاد. اوكي. شفت بقى جبتهولك ازاي؟ قول لا بقى. وانا اقدر اقول لا بنت امك بالصحيح. اعمل ايه من عشر الام وهي امي برضو من يوم ما اتولدت. ربنا يبارك لها. وكله بالكلام عشان كل ما يتشوق يتلوى. هات العطر بقى. بس كده. حاضر من عينيا. اتفضلي. يلا يلا. انا قلت اخبط عليك خبطتين بشويش علشان لو نايم ما تقلقش. ما تبصش اللي نام نام واللي علّى علّى واللي شايفني ومش عاجبه يوريني نفسه. ما عندكش حاجه يتقعد عليها الا السرير. ممكن تقعدي هنا؟ السرير أريح. خلاص بشوقك. الكيف مناولة يا معلم مش كده؟ هو أنت عارف إن خاطرك عندي كبير قوي؟ أكبر من أي حد من الناس دي. الله يسترك. أنت زعلان مني علشان عملت لك مشكلة مع أمريكاني؟ لا. خد يا عم، شكلها صعبان عليك قوي. أنت بخيل ولا إيه؟ هو أنت هتقابل الراجل اللي كنا معاه النهارده ده تاني؟ انه راجل اللي اداك العطر؟ هو ده بقى من زعلان. لا انا مش زعلان، انا بسأل بس. يعني مش فارقه معاك؟ عمر ايه، تعبت من السواقه ومش عايز تروح مشاوير تاني يا ستي؟ لا هو سؤال وخلاص. انت عايز ايه يا سيدك؟ مش عايز حاجة، ملياش دعوة. لو مالكش ما كنتش سألتك. انا بس يعني مش عايز يسرسبك معاه في الشغلانة دي اكتر من كده. انت هربتني ليه؟ عشان دي صح ونفسي تفضلي صح. صح منين بقى؟ ده احنا كلنا هنا شمال، حتى اكل عيشنا كله شمال. اديك قلت اهو. فلما نلاقي حاجه يمين بقى ما نصدق ونشعبط فيها. يمكن تشفع لنا بعد كده. هو فادي في حاجة؟ في واحد مستني ساعتك بره اسمه مفتح بيكم يا فندم. مفتح الكومي ده جالنا قبل كده هنا؟ أول مرة يا فندم، بس بيقولوا إن والد زميل عمر بيه في الاسم. وده عايز إيه؟
مش راضي يقول السبب يا فندم، وكمان مش واخد معانا. طب بص، انا دماغي مش رايقه دلوقتي، خليه كده قاعد شويه وانا اول ما افضى هقول لك يخش ينام. أوامر يا فندم. يلا بالسلامة. فكرة الورشة دي حلوة قوي، بس 10 أيام مش كفاية. شوري اللي عاملها عارف إنها كفاية، يا إلا ما كانش وافق عليهم، ولا هو حد مش معروف. بالعكس يا دنيا، ده معروف بزيادة. يبقى بيس يا مان، مستني إيه؟ مش مستني حاجة، بس ما تيجي معايا يا دنيا. أجي معاك فين بس يا خالد؟ أنا لو سافرت هشيل السفرية كلها، هتبقى على حسابي، إنما أنت واخدها منحة، يعني يا بختك يا عم. هعزمك أنا، ما تشيليش حمل أي حاجة، الوركشوبس اللي زي دي مش بتحصل غير برا، قليل قوي لما تيجي مصر، ودي فرصة، الكلية عزماني وأنا هعزمك. تعزمني على إيه؟ على التاكت ولا البوكيت ماني ولا الشوبينج ولا كل حاجة؟ كل حاجة، مفيش مشكلة. انت بتتكلم بجد؟ امال بهزر. ايوة يعني، بس مش لوجيك. بالعكس، لوجيك جدا، عادي. انا ممكن اسافر اي حتة واعزم واحد صاحبي معايا، او هو يسافر ويعزمني. بيس. انت بتتكلم كأننا طالعين للعين السخنة، هنحضر حفلة منير وهنرجع، دي 10 أيام ولندن. لا، 12 بيومين السفر والرجوع، وبعدين المبدأ واحد، دي رحلة ودي رحلة. اوكي، بس ممكن اطلب حاجة؟ ايه؟ ارد عليك بكرة. اوكي، بكرة. هو كده الموضوع ببساطة، لا أكتر ولا أقل. ما حدش يدخل دلوك. اتفضل يا باشا. يعني القصد يا سلطان باشا إن ما حدش مننا ولاده مش غاليين عليه. وكل ما بنشوفهم بيكبروا قدام عينينا، بيحققوا الأحلام اللي كنا بنحلمها عشانهم، غلاوتهم بتزيد. طبعا احنا شقينا في تربيتهم. بس غير مؤاخذة يعني، ما ينفعش اقول لجنابك، ما ينفعش نقول لك خليك مطرحي، ما ينفعش، لان كل واحد برضه له حساباته وله دماغه اللي بيها بنفهم انه وافق على تصرفات ولاده وعياله. بس يا باشا اسمح لي، يعني برضو الواحد قلبه ما يجدوش لو شاف ان ابن التاني مستقبله هيضيع ويقف كده يتفرج. سلطان باشا، العشم ما قطوعش، وانا بفهم وميز واقدر كويس قوي الشخصيات الكبيرة اللي زي معاليك كده. بالك لو انت جاي تشفع على ابنك اللي انت اصلا ما عرفتش تربيه ولا تعرفه دنيته ايه ولا دينه ايه، كنت قبلت. لكن انت جاي تعرض علي حاجه مسخه، مسخه زيك وزي كلامك، وانا في ايدي دلوقتي اخليك تخرج بره الباب ده وتذبح ليه؟ ليه؟ كفارة لكل الكلام الماسخ اللي انت قلته. روح ربي ولدك الأول وعلمه كيه يبقى راجل، وتعالى اتكلم معايا. اتفضل. اتفضل. حاضر. ربي ولدك كيه الرجالة. اقفل الباب وراك.